الإصابة رقم 4 فراكشر للبروكسيمال سيزموييد بون. البروكسيمال سيزموييد بون دول عبارة عن عظمتين موجودين ورا الفيتلوك جوينت، كل واحدة فيهم ممسوكة من فوق بالسسبنسوري ليجامنت اللي حصل له برانشينج، كل برانش يمسك في عظمة، وممسوكين من تحت بالديستال سيزموييد ليجامنت. العظمتين دول عرضة إن هما يحصل لهم كسر مع الإجهاد الشديد ناحية نهاية السبك اللي يخلي الحيوان عضلاته تضعف لدرجة إن هو مع اندفاعه ومع السرعة ومع الوزن ووزن الجوكي اللي فوق منه ممكن الفيتلوك ينزل ويخبط الأرض، يبقى الفيتلوك هيروح نازل وبدل ما يشتغل زي السوستة يطلع وينزل، لا ده ينزل أكتر من اللازم لأن العضلات ضعيفة ومجهدة، ويخبط ظهر الفيتلوك في الأرض. الإتيولوجي يا إما الانترفيرنس، الانترفيرنس قلنا ده لما يبقى فيه تو ان وتو اوت، لما يبقى فيه تو اوت الحيوان وهو ماشي يعمل وينجينج، يعني الرجل تخش من جوه تخبط اللي قصادها وتطلع تاني فيحصل كسر للبروكسيمال سيزمويد بون اللي من جوه، او الاسترس والفتيج ناحيه نهايه السبك. الاعراض اللي هتشوفها على الحيوان لما يحصل الموضوع ده ايه؟ نمره واحده هتلاقي فيه سيفير ليمنس، خاصه في الاكيوت ستيج هيبقى فيه عرج شديد، لا الحيوان يقدر يشيل وزنه على القائمة دي، يعني الرجل دي ما يقدرش يشيل عليها وزن، تلاقيه يا إما رافعها يا إما كسرها، ولا يسمح للفيتلوك جوينت إن هو ينزل. والجملة دي بنسمعها لتالت مرة، إن الفيتلوك ما يشتغلش زي السوستة يطلع وينزل. ليه؟ لأن هو لو نزل في الطلوع محتاج إن السسبنسوري ليجامنت يشد العظمة بتاعة البروكسيمال سيمويدين بون عشان يرفع الفيتلوك جوينت، والعظمه اساسا فيها كسر والمت الحيوان، مع الالم الشديد صعب ان الفيتلوك يطلع وينزل، عشان كده الحيوان بيميل ان هو يثبت الفيتلوك جوينت في الحركه ما يسمعلوش ان هو يطلع وينزل. المكان نفسه اللي حصل فيه الكسر على ظهر المفصل تلاقي بدا يظهر فيه الكاردينال ساينس بتاعت الانفلاميشن، في سويلنج، والسويلنج ده هوت دافي، لو حطيت ظهر ايدك عليه تحس بسخونه، فيه بين لو عملت بريسنج بالفينجر، لو حاولت تعمل بريسنج على العظمة هتلاقي فيه ألم شديد في قائمة الحيوان. التشخيص من الهيستوري والكلينيكال ساينس والكلينيكال اكزامينيشن وفيلم أشعة، وفيلم الأشعة هنا مهم عشان نمرة واحد يشخص، نمرة اتنين عشان يوجهني في العلاج. يوجهني في العلاج ليه؟ قبل ما نتكلم على العلاج خلي بالك من حاجة، البروكسيمال سيمويد بون البلاد سبلاي بتاعهم ضعيف، عشان كده الهيلينج فيهم سيء للغاية، بيحصل فيهم كسر عشان يلم مرة تاني فيها صعوبة. طيب العلاج، العلاج بيتوقف على المساحة اللي اتكسرت من العظمة، النسبة اللي اتكسرت من العظمة قد ايه؟ اذا كانت النسبة اللي اتكسرت من العظمة دي اكتر من تلت العظمة فهيبقى فيه صعوبة في ان انت تشيل العظمة، لان انت عشان تشيل العظمة اللي اتكسرت اللي اكتر من التلت هتشيل معاها الاتاتشمنت بتاع الديستال سيسمويد ليجامنت او السسبنسوري ليجامنت. السسبنسوري ليجامنت بيبقى ماسك في العظمه من فوق عايز السطح يلزق عليه، الديستال سيسمويد ليجامنت بيبقى لازق على العظمه من تحت عايز السطح يلزق عليه. لو انت شلت الحته المكسوره يبقى كان كده السسبنسوري ليجامنت بالاتاتشمنت بتاعه ضار متعلق في الهواء مش ماسك في العظمه، يبقى كده انت بوظت رجل الحيوان. طب امال لما يبقى الكسر اكتر من التلت نعمل ايه؟ نمرة واحد ان احنا نعمل بلاستر كاست، ان احنا نعمل جبسونة على رجل الحيوان نيبس الحيوان وندي فرصة للعظم ده ان هو يحصل له التئام، بس دي ليها شروط. نمرة واحد يكون فيه ليتل سيباريشن، يعني ما يكونش العظمتين بعيد عن بعض، العظمة دي البلاد سبلاي بتاعها وحش يعني كده كده الهيلينج فيها سيء، فما ينفعش يبقى فيه سيباريشن والهيلينج سيء وتجبس مش هيحصل التئام. الشرط الثاني ان ممكن يكون فيه ليتل سيباريشن على امل ان يحصل هيلينج، بس بشرط ان انت ما تستخدمش الحيوان ده للريسنج مره تانية، يبقى يستخدم لاي غرض تاني غير الغرض بتاع الريسنج. يبقى دي طريقه البلاستر كاست، ودي تتعمل كاست لمده 3 شهور او 4 شهور على رجل الحيوان بشرط ما يكونش حصل سيباريشن، يكون فيه ليتل سيباريشن او يكون فيه سيباريشن، لكن الحصان في الحالة دي ما يستخدمش تاني للريسنج، يستخدم لأي غرض تاني غير الريسنج. الطريقة التانية إذا كانت العظمة اللي مكسورة أكتر من التلت إن إحنا نعمل البون سكرو، إن إحنا نركب مسمار يجمع العظمتين على بعضهم، وده ينفع لما يكون السيباريشن ما بين العظمتين
قليل، يعني العظمتين مش بعيد خالص عن بعض. في الحالة دي ممكن نجمع الحتتين اللي اتكسروا على بعض بمسمار. طيب إذا كان الكسر أقل من التلت، إذا كان أقل من التلت ومش واخد مساحة كبيرة من السيرفس بتاع الاتاتشمنت، في الحالة دي ممكن نشيل حتة العظمة اللي مكسورة، بشرط إن يكون فيه سيباريشن للبون، يعني العظم كده كده حصل سيباريشن يعني مش هيلم، أو يكون الفراكشر ده أولد وما حصلش هيلينج. إحنا اتفقنا إن الهيلينج هنا سيء. يبقى لو كان العظم سيباريتد أو إذا كان العظم ما حصلوش هيلينج بشكل مظبوط والمساحة اللي اتكسرت من العظمة أقل من التلت، في الحالة دي ممكن نشيل حتة العظمة اللي اتكسرت اللي أقل من التلت. طب والجزء اللي هيتفضل من العظمة نبدأ نعمل له راسبنج سموثنج، نخليه ناعم، نبريد علشان ما يجرحش في السنسيتيف ستراكشرز اللي حواليه. بعد ما تشيل حتة العظم اللي اتكسرت يبقى بنعمل بلاستر كاست، وبعد ما بنشيل البلاستر كاست بنعمل سبورتنج بانديج، ده ممكن يقعد لمدة شهر يدعم القائمة بتاعة الحيوان.